إلى 20,000 دينار ارتفع سعر كيلو اللحم في أسواق بغداد. مواطنون ينتقدون جشع المضاربين واستغلال قدوم شهر رمضان المبارك، فيما يحاول البعض ممن يستعدون للصوم التقشف والابتعاد قليلا عن اللحوم الحمراء واستبدالها بلحوم الدواجن. الفقير ما يقدر ياكل لحم، شنو يعني؟ ما يقدر لا ياكل لحم ولا اي شيء، كل شيء غالي بالسوق، اكثر شيء اللحوم هسه سعرها 18 و20. واللي راتبه قليل هم ما يقدر، يعني صدفه يقدر بالاسبوع مره يشتري نص كيلو او كذا، يلتجئ الى الدجاج، شويه الدجاج ارخص، هم غالي بس احسن. في سوق المواشي لا تختلف الأسعار كثيرا عن السوق، يباع الخروف هنا على الوزن للجزارين بأقل من 1000 دينار. يقول هؤلاء إن الأغنام ارتفعت بسبب غلاء الأعلاف ومنع المستورد وصعوبة نقلها من المحافظات التي يكلف دخولها مبالغ كبيرة، متوقعين أن ترتفع أسعار اللحوم أكثر خلال الأيام المقبلة. كنا قبل سنتين نشتري طن الأنخالة 200,000، هسه طن الأنخالة ب 600,000، الروع الشعير كان 225، هسه الروع نشتريه ب 750. بالنسبة للأغنام ما لها شغلة بالدولار، ما حد يشتغل بالدولار، لكن سبب الدولة ماكو دعم. دعم للفلاح ماكو، يعني متوقعين يصير 20,000 الكيلو، يعني هابيع الجملة مو بيع المحلات. ومع قدوم شهر رمضان المبارك يسعى كثيرون في أسواق بغداد إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية لتمكين الناس من شراء احتياجاتهم إكراما لهذا الشهر الفضيل. من بغداد، سيف عبد الوهاب، الشرقي نيوز.